السادسة مساء من 23 تموز في عام 1960 كان أول إرسال للتلفزيون العربي السوري في دمشق من قمة قسيون. هل تعلم أن أول جملة أرسلت مساء الخير من هنا من على قمة قسيون هنا دمشق؟ هل تعلم أن الإرسال استمر ساعة ونصف فقط في اليوم الأول بالأبيض والأسود؟ هل تعلم أن أول من أدار محطة الإرسال صباح القباني شقيق الشاعر نزار قباني؟ هل تعلم أن التلفزيون العربي السوري يعتبر أول تلفزيون عربي يدار بخبرات وطنية؟ هل تعلم أن العمل الدرامي الأول هو تمثيلية الغريب في عام 1960 وهي أول تمثيلية عرضها التلفزيون مباشرة على الهواء بسبب بساطة وبدائية وسائل توليف الفيديو؟ هل تعلم أن عام 1978 بدأت تجربة البث الملون حتى أصبح الإرسال في عام 1980 بالألوان ولمدة 10 ساعات يومياً؟ نورة، رح نبقى بعام 1960 اللي شهد على انطلاقة أول بث تلفزيوني بالتلفزيون العربي السوري. هي المرحلة المهمة ومحطات من تاريخ التلفزيون العربي السوري بنتابعها بالتقرير التالي. في مساء يوم 23 تموز من عام 1960 وبجهود الكوادر الوطنية بدأ التلفزيون العربي السوري إرساله من قمة جبل قسيون في دمشق، واستمر الإرسال لمدة ساعة ونصف الساعة فقط في اليوم الأول من داخل استوديو متواضع شيد بجانب محطة الإرسال. جهود وأنظار ترقبت الصورة الأولى للتلفزيون العربي السوري لرواد من إعلاميين وكوادر فنية وإدارية وجهها آنذاك الدكتور صباح قباني، وكانت أولى الأعمال التي بثها التلفزيون تعتمد على فصول تمثيلية وسهرات مسرحية تبث مباشرة على الهواء، أبطالها نهاد قلعي، دريد لحام، رفيق سبيعي، محمود جبر، إضافة إلى برنامج منوعات بعنوان سهرة دمشق. وأول عمل تلفزيوني كان بعنوان تمثيلية الغريب الذي قدم على الهواء مباشرة من إخراج سليم قطايا، بطولة ثراء دبسي، ياسر أبو الجبين، بسام لطفي. وفي عام 1976 وحتى العام 1981 تم إنجاز عشرات محطات الوصل في مختلف المحافظات السورية لتغطيتها بالبث التلفزيوني. وفي عام 1978 بدأت تجربة الملون وظهرت بعض البرامج والمسلسلات الدرامية بالألوان. جهود لرواد آمنوا بمبادئ وقيم وطنية تجلت خلال الحرب الإرهابية على سوريا لتكون منارة التلفزيون العربي السوري دماء شهداء الإعلام الذين تمسكوا بسلاح كلمة الحق ونقلها عبر الشاشات الوطنية.